انا ثاني بمسك عم دوش تطلع هذا مبارك روح على الزيتونة اللي بيعمل مشروع على طرح وبرك كله؟ اه شايف الفرن فاتح شغال للكل للعجينة في فرن مسكر هذا جديد بيعش بيته هذا فرن زيت مش فرن كهرب فرن أتر يعني زمان ولا 80 سنة 70 سنة الفرن هذول أيوة والله انه ما فيش عندهم امكانيات هم يسووها في الدور بيضطروا انه يجي هنا المخبز هذا، المخبز هذا بيشتغل على خشب وعلى يعني حاجه بامكانيات هذه بتيجي من ربنا يعني خبز الطين، الناس رجعت قبل 60 سنه ما خلتش اي حاجه يعني اسرائيل ما خلتش قطاع غزه لا ما فيش غزة يعني كل العالم الدول عايشة إلا شعب غزة يعني إسرائيل دمر كلمة غزة فيش لا خلت مية ولا خلت بنا ولا خلت شهداء ولا خلت أطفال ولا خلت مرة ولا خلت أي حاجة في قطاع غزة ما حدش قادر يقولها وين أنت جاي على المخبز عندي 6 انفار مش قادر أكلهم ولا أشربهم مش عنا ولا غاز ولا مية ارحمونا يا عالم ارحمونا مشان الله مشان الله وين العالم وين العالم تعالوا شوفوا الخبز هذي بتسكر يا هذي 26